هاي انجلوز، صباح الخير. ما عرفت شو دبعتكم الليل ولا الصباح، مهم انا دبعتني الصباح. صباح الخير، كيف صحتوا؟ بخير، كل شيء بخير. انا صباح الحمد لله، اي هوب يا ربي كل شيء يكون بخير وعلى خير. ثانك يو سو ماتش فور 200K. عشان هذه 200K عملتها في عام، دابا عام تقريبا باش بديت يوتيوب، عام درت فيه 200K، تخيلوا. Thank you so much. Thank you for everything. La vidéo du cake. Cake باقي ما صايبتش. غادي نصايبو، غادي نكون انا وبشرى وهيبه. غادي نصايب. فيديو ديال اليوم غادي يكون واحد الحاجه اللي انا ما عمرني درتها، درتها كي ماشي بهذه الطريقه، وتوتوريال. واخا اول مره غندير، غندير لكم توتوريال باش تعرفوا تشوفوا اول مره درت كيفاش غيجيني. غيكون حتى ندوي شويه من تحتو، ثم تعجبكم من تحتو، حتى تعجبني والله. ومن هانيت حتى نتوما شي بنات اللي كنتو ديجا درتو هاد الشيء تنصحوني الا شفتوني غلط، ما غاديش نغلط. اليوم وفقت مشيت عند المكياج. شنو شريت شفران، شريت هادو ما عمرني درتهم. انا ما فاش ندير شفران، كيما كنديرش هادو، كندير هادو تهم شريتهم، كيما شي هما اللي غندير. عندي هنا شريت النمره 8، شريت النمره 8 والنمره 9. النمره 9 طويله والنمره 8 قصر منها شويه. علاش؟ باش ماشي كلشي بغيت الطويل، غندير هنا الطويل وبقى غاده هكا وكتنسخ. كان خاصني وقيلا ناخذ صغر، وكاين هاد 8 وقيلا هي اصغر نمره و9 فوق منها. عرفتوا 10 و12 داكشي طويل بزاف، انا ما نقدرش ندير داكشي. غادي نبداو ب9. تحتاجوا هادو، هادو راه دايرين غير بشي 15 درهم ولا 13، والله ما عرفت. وغتحتاجوا لصقه، انا تندير هادي، هادي هي اللي كلشي تيدير اي ثينك. المهم هادي اللي تندير من ديما، تنحط شويه في فوق البيغو. هي راه ما تتوسخ ما والو، دغيا تتحيد، دير لها هكا تتحيد دغيا. نتاف خديت نمرة 9، كيفاش نقدر نحيدها؟ خاصني نشدها من هنا. طاحت، تنغطسوها في اللصقة ديالنا. غادي نبدا نلصق من الاخر. اوكي، غادي نبقى ندير نفس الحاجة. دابا درت الاولى، دابا غادي ندير الثانية. Girl. صافي ندير راسي بالشاش، قلت لكم غادي نديرو جيرلز توك، غادي ندويو، غادي ندويو على بزاف د الحوايج. انا خليت لكم في انستغرام ستوري، قولوا لي فيه اللي بغيتو باش ندويو عليه، لي سوجي اللي نتوما باغيني ندوي معاكم عليهم، نعطيكم نصائح عليهم بما انني اختكم الكبيره. حيت عندي بنات صغار، بنات غنصحهم، شي بنات غنعاونهم، المهم نعاونو بعضياتنا. اول حاجه كنقول للبنات الصغار شكرا بزاف حيت تفرجوا فيا وحيت تبغيوني، والله كنفرح بزاف 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 بزاف. انا كتبت هذاك الشيء اللي غادي نقدر ندوي عليه، ماشي غنقدر غير اللي غادي يقدني في هذا الفيديو، واقيلا ما غنقدرش نكملو كامل حيت كاين بزاف. شوفوا كاين بعدا بزاف ديال لي سوجي، كل سوجي فيه بزاف ديال لي كاسيون. صراحه ما عرفتش باش غادي نبدا، ولكن غادي نحاول نبدا بالحاجه اللي كتهمكم بزاف. اهم حاجه من غير لي غولاسيون سكول، غادي نبداو بسكول، المشاكل اللي تواجهوها في القرايه. هي باجات، هي ما عرفتش كيفاش نحيد هذا الشيء، ما عرفتش انا امتى نعست وامتى فقت. قلنا اول حاجه غادي نبداو بها هي السوجي ديال سكول. تقدري تحيدي مورايا الا بغيتي، عافاك. اوكي، نبداو باول كيسيون اللي هي كيفاش نبعدو من التليفون ونديوها في قرايتنا. اوكي، انا نقول لكم واحد الحاجه، تخيلوا معايا نتوما ما تتحفظوا، ما تتقراو، تتمشيو للقسم تتهزوا التليفون، تتهزوا التليفون في الساحه، ما تبروفيتيوش من صحابكم، وفي الدار تجيو تبقاو هازين التليفون، تجيو تدخلوا تلوحوا الشكاره وتهزوا التليفون، تمشيو تفرجوا، تمشيو تلعبوا، تدخلوا تيك توك. ملي غادي يسالي عام شنو غادي ديروا، شنو غادي تمشيو تحطوا ليهم في الورقه ديال الامتحان؟ تحطوا ليهم الاغاني ديال تيك توك؟ تحطوا ليهم لي تشالنج ديال تيك توك؟ نو، خاصكم تحطوا ليهم داكشي اللي عطاوكم تحفظوه ما حفظتوش. يعني شوفوا، انا ماشي نقولش لكم حيدوا التليفون، لا بالعكس، التليفون راه مزيان، واصلا التليفون دابا ولا واحد الحاجه اللي مهمه بزاف. التليفون مهم، غير هو ماشي توليو دايرينو هو الحياه، هو كلشي. عندكم حياه اخرى، عندكم قرايه خاصكم تقراوها. شنو بغيتوا تبقاو حياتكم كامله هازين التليفون؟
لا انا بغيتكم تكونوا اذكياء، ديروا جوج حوايج في دقه واحده، ماشي جوج حوايج، بزاف الحوايج في دقه واحده. هزوا التليفون، تصوروا، ضحكوا، قراو، تصاحبوا، عيشوا حياتكم، وفي الاخر غادي تخرجوا بشي حاجه. ماشي ديروا حاجه واحده اللي هي تهزوا التليفون وتنساو حياتكم، تنساو قرايتكم، تنساو صحابكم، تنساو والديكم. لا عافاكم، ديروا كلشي في دقه واحده وحاولوا تقسموا الوقت ديالكم. هاد الوقت غنهز فيه التليفون، من بعد واحد الساعه غنوض نحفظ، غير ساعه ديال الحفاظه، دغيا دغيا غدوز، غنحط التليفون في الشارج، بما تشارجا نحفظ شي درس، بما تشارجا نكتب شي درس ما كتبتوش، بما تشارجا نراجع شي حاجه ما راجعتهاش. فهمتوا؟ بحال هكا تقدروا تماتشيو زعما بين قرايتكم وبين التليفون وبين الرغبات اللي نتوما تتبغيو. اصلا في الليل تقدروا تبقاو شادين التليفون. الكويشن نمبر 2، وي معاهم يحيدوا الباك. شو الباك هو احسن عام خاصكم توصلوا ليه. البنات اللي باقي ما وصلوش الباك خاصكم تقراو وتوصلوا للباك، خاصكم تنجحوا وتوصلوا للباك، حيت الباك شي حاجه اللي زوينه بزاف. سبحان الله الباك، عمر شي واحد قلت لي الباك وقال لي ما داس اكثر عام في حياتي، زعما ما كانوش عندي صحاب. لا في الباك ديما سبحان الله تيكون داك القسم كيكونوا بحال خوتك، بحال عايشين معاك، تشوفهم اكثر من اللي تشوف والديك. حيت الباك تتبقى في المدرسه بزاف، تتمشي ليكور بزاف، صحابي هذوك الناس اللي تدوز معاهم ليكور، الاستاذ اللي تيدير لك ليكور تيكون عزيز عليك. سبحان الله الباك هو احسن عام تقدروا تعيشوا في حياتكم، سو بروفيتيو من الباك ووصلوا للباك باش تعيشوا هذه اللحظات. حيت الباك شي حاجه اللي زوينه بزاف، تجمع فيها قرايه وضحك ونشاط وبكاء وصغير، واحد الفيلينغ اللي زوين بزاف بزاف بزاف، كنتمنى لكم كاملين تعيشوه وما عشتو وما تمكرهش نرجع نعيشو عاوتاني مره اخرى، حيت توحشت ديك الايامات بزاف. بغينا نعاود لكم على الباك كيفاش دوزتو تما. انا كلشي كان كيقول لي ما غاتنجحيش، ماشي غير انا وصحابي كاملين كنقولوا نتوما ما غاديش تنجحوا، حيت غير كتضحكوا كتفلوا ولكن كاملين نجحنا في الاخر. فكم ديرش هادشي. كويشن نمبر 3، طون باركور سكولير and I love you. أول حاجة I do more my parcours scolaire. أوكي أنا غنختصر لكم، نجحت في الباك في 2019، عاد مشيت لافاك، مشيت لافاك وأنا كتعز عليا فرونسي بزاف، وكنت صراحة ديما أنا الأولى فيها في البريمير، في الكوليج، في الليسي، كنت ديما أنا الأولى. فقلت أنا واعرة في الفرونسي، غادي ندير دغوا فرونسي، ماشي غا ليتيراتور فرونسيز، دغوا فرونسي الدرية بغطير. إيوا مشيت ما طرتش، حيت جاني صعيب بزاف، قدرتش عليه. والصراحه ماشي غير جاني صعيب وصافي، ماشي هذه هي، هذا هو السبب. السبب الاخر هو انا ما عجبنيش، ما عجبنيش داكشي اللي تنقرا. انا من داك النوع اللي واخا تكون حاجه صعيبه الا عجبتني تنجح فيها، الا عجبتني الحاجه تنقراها وتنجح فيها. علاش؟ حيت تنفهمها، تنبغي نفهمها، تتكون عندي واحد الرغبه انني نفهمها ونجلس نتبع مع الاستاذ ونمشي للدار وندير تمارين ونبقى نقلب في التليفون على دي. انا هكا دايره، ملي ما تتعجبنيش الحاجه تنحيدها من راسي. قريت دوك شهرين 3 شهور الاولى صافي، عرفت راسي انا ما غاديش نكمل في داكشي، ما عجبنيش داكشي، ما ارتحيتش لداكشي. جيت عند ماما قلت لها ماما راه هادشي ما عجبنيش، مش هادشي اللي تنقرا فيه. قالت لي اللي بغيتي ديرها. انا ماما من داك النوع اللي ما تدخلش فيك، كملت 18 عام، قالت لي انتي مسؤوله على راسك، دابا اي قرار غتاخديه في حياتك انتي مسؤوله عليه. بغيتي تجي تشاوري معايا، جي تشاوري معايا على الراس والعين، ننصحك نوريك الطريق المزيانه. ما بغيتيش درتي داكشي اللي في راسك، ما تجيش من بعد تبكي عليا وتقولي لي شنو وقع شنو وقع. صافي دوزت لي زيكزام وتخيلوا فاليدي دو موديول بوالو، ما عمرني هزيت الدفتر ولا عرفت حتى داكشي اللي تنقراو شنو هو. حباتي اللي كانوا معايا تيقراو عرفوني فاليد، هما كانوا تيقراو وتيحفظوا كلشي فاليديو شي 4، المهم كانوا كيديروا افور زعما بحال انا وياهم، هما فايتيني غير بشويه. انا ما كنتش، انا كانوا كيشوفوني ما كنتش كندخل حيت ما كانش كتعجبني داكشي، وقلتها لماما كنت غير كنمشي تنضحك وداك. قالوا لي قسما بالله كنت درتي فيها راسك كنتي غتنجحي. انا ما عجبنيش، واخا نجح واخا نجح ما غاديش نخدم بداكشي حيت ما عجبني. عام من موراه درت قلبت ايكونومي، غير هو قبل كنت مشي درت سونتر، بغيت ندير لا جيستيون، مي دفعت معطل بزاف وبقيت في لا ليست داتون. ما عرفتش صراحه واش تقبلت ولا لا، مي صافي مشيت ديريكت درت لافاك، ما بقيتش قلبت، ما بقيتش سولت، ما قلبتش ايكونومي، مشيت قريت العام الاول، فاليديت كلشي مزيان، باقي تيتسالوني شي لعيبات ماشي مشكل. دابا دوزيام اني، مي في الاول ديال هذا العام درت اون ايكول ديال الماركتينغ والماناجمنت، اون ايكول بريفي، قريت فيها اي ثينك شهر وخرجت.
لحقاش هذيك ليكول ماشي سيرتيفي بار ليتا سيرتيفي بار لا فرانس يعني كتقرا وكتاخذ لا ليسونس ديالك وتخدم في فرنسا ما تخدمش هنا في المغرب صافي خرج قريت شهر وخرج وانا دابا باقا في لافاك هذا هو باركور سكولير ديالي ودابا باقي لي شي سيمانه على لي زيكزام دعيو معايا نقل مزيان شو نمبر 4 اي ثينك القصه ديالك في الكوليج وكيفاش دوزتيه وشي نصيحه تعطيها للبنات ديال الكوليج نقول لكم انا واحد البنت اللي كنت كنقرا في بريفي بريمير قريت في بريفي اللي طلعت الكوليج قريت مخزن هكا بحال شديتي شي بنت خرجتها من واحد ولا شي عصفور كان في القفص ديالو شديتيه خرجتيه صافي حليتي عليه بحال هكاك وليت كنت كنقرا مزيان كنجيب دي بون نوت دي تري 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 بون نوت كانت عندي حاجه وحده اللي مبرسطاني واللي ما كنتش حاملها في راسي هي الرق كانت رقيقه بزاف رحت لكم شي تصويره هنا لقيتها وكانت هاد الحاجه مشكله يعني كنت كنشوف بنات غلاضات وديك الساعه ملي مشيت للكوليج عرفت بلي بنات تعجبهم الدراري والدراري تعجبهم ديك الساعه بديت نعرف هاد الشيء بحال داك الدري راه تعجبو هاد البنت هاد داكشي ديال الدراري الصغار هاد الدري الا بقات يشوفك راك عجبتي انا ما كنشوف فيها حتى شي واحد كنت كنقول المشكله الوحيده اللي عندي هي الرق عرفتو الغلاظ هادشي كندوي لكم على العقل ديالي فاش كنت في الكوليج انا غلاظ غنولي انا الزوينه في القسم انا غلاظ غنولي انا الزوينه في المدرسه ودريت الغلاظات هما اللي تشوفو فيهم الدراري دريت الغلاظات هما اللي تيحمق عليهم كلشي لا البنات اللي ضعافات عافاكم بغيو راسكم كيف ما نتوما الا كنتو في الكوليج ملي غتطلعوا الليسي غتوليو واعرات حيت لي زورمون ديالكم باقي ما كملوش راه ملي غادي توصلوا للاج ديال 18 طون 19 صافي الهرمونات ديالكم غيبداو يتقادوا وفورمتكم غتولي زوينه غير تهلاو فيها ما تحتاجوا ديروا حتى شي حاجه وانتم باقيين صغار باش يعجبوا الدراري غتندموا على هادشي بزاف وما ديروش بحالي حيت انا درت هادشي قلت لها ماما راه تنسمع البنات يدويو على واحد الفانيد تيغلط عافاك ماما شريه ليا قالت لي لا هذاك الفانيد ما مزيانش انا غناخذ لك واحد الفانيد اخر هذاك الفانيد ماشي شي حاجه ما تيدير والو ما تيغلط ما والو باش تسكت ليه هو غير فانيد تيخرجوا لك الطبيب ديال الشهيه وصافي انايا ما كانش عندي الشهيه ما كنتش كنقدر نفطر ما كنتش نقدر ما ناكلش نهار كامل ما نشربش الماء نهار كامل وما يتبدل والو وباقي حتى دابا باقا انا بحال هكا بعد بقيت نشرب داك الفانيل 7 في 8 في 4 وكنقول لكم هاد 3 كامله وانا تنعيش التنمر ما عنديش ثقه في النفس كاع ما تنبغيش راسي ما تنبغيش فورمتي ما تنبغيش الجسم ديالي هذا هو المشكل كان عندي شنو كنت كندير كنت كنلبس بزاف تسراول شو انا دابا فخوره براسي بزاف حيت نقدر نقول هذا الشيء حيت فريمون كان واحد السر شحال هادي ويلي 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 كنتي الا جبتي لي هذا الموضوع نبدا نبكي حيت فريمون كان السر في حياتي هذه هي القصه ديالي في الكوليج عندي كلشي مزيان غير هو كنت كنطيح من راسي بزاف داكشي علاش تنقول للبنات ديال دابا عافاكم ما تطيحوش من راسكم حيت انا دابا ندمت بزاف ما كانش خاصني نكون هكاك ما كانش خاصني نكون كان خاصني نكون كنثق في راسي بزاف حيت كنت زوينه كنت زوينه والله حتى كنت زوينه غير فداك الوقت كان كيبان ليا راسي خايبه هادشي اللي يقدر يكون طاري لكم نتوما دابا تيبان لكم راسكم خايبين دوز واحد 6 سنين 7 سنين 10 سنين كاع وغتشوفوا راسكم كيفاش كنتو راه كنتو فنين راكم زوينين دابا نتوما زوينين عافاكم حاولوا تبغيو راسكم كيف ما نتوما حيت انا ما بغيتش راسي كيف ما وندمت ماشي مشكل جابني الله لكم باش ننصحكم وما ديروش نفس الغلط اللي درت كيبان لكم الفرق حق راه ما قلتش لكم ملي وصلت هنا هادشي بديت كندير الرقم 8 هي هو الرقم الرقيق الصغير باش هكا تبقى غادي صغير ما نقول لكم واحد الحاجه انا ما غاديش نوصل حتى لهنا غنزيد غير شويه هنا صافي حيت ما يعجبنيش ندير حتى وانا واي المهم نجرب ندير حتى لهنا ونشوف الا ما عجبنيش نحيد في ذات سي هادي هي القصه ديالي في الكوليج وكنت كنجح كنت كنجيب مزيان نجحت في الكاتريام ومشيت ليسي سالي لسكول باقي شي حاجه اخرى نصيحه تعطيها للبنات ديال الكوليج ثقوا في راسكم بغيو راسكم كيف ما نتوما راني قلتها لكم عند ما تخليو حتى شي واحد يطيح منكم ديما كونوا قويين حيت قد ما كنتي قوي قد ما هذاك الانسان اللي قدامك غادي يخاف منك ماشي غادي يخاف منك زعما يخاف لا غادي يخاف من شخصيتك غادي يعرفوا بلي عندك شخصيه زوينه وتشي واحد ما كيأثر فيك وكتفرض الراي ديالك اوكي بيسو خديكم ليا كنبغيكم تكونوا حارين
تكونوا حارين حتى واحد ما يدير بكم. اي ثينك دويت بزاف، غادي نكمل هاد العين ونرجع لكم. انا ساليت العين الاولى كتب لي زوينه ولكن ما عرفتش كيفاش غادي نوريها لكم. مي راه زوينه نتوما قرون. هنا مازال خاصني ندير هنا هذاك الشيء كبير. شوفوا بقى ما تبانش دابا حتى غادي ندير ليها هذه. هو درت من هنا بزاف، هنا ما درتش، درت غير داك 8. شوفوا هنا 9 ويلي يقولوا كيبانوا خايبين. عاد علاش طلعتو؟ مي غيبدو شوفوا حنا حتى نجربوا. حنا دابا اصلا ماشي بروفيسيونيل. غادي ننتقلوا للسوجي الثاني اللي هو سيلف كونفيدنس، الثقة بالنفس. غادي نقراو لي كيسيون اللي جاوني على الثقة بالنفس ونحاولوا نجاوبوا عليهم، وحتى نتوما شاركوني بلي كومونتير شي نصيحة تقدري تعطيها لشي بنت ما تثقش في راسها. انا غنحاول غندير ما في جهدي باش نعطيكم كاع النصائح اللي غتحتاجوها. شي بنت هنا ثقة في راسها، عندها كلشي مزيان، تحاول تعطي نصائح للبنات وندويو هكا في لي كومونتير البنات يستافدوا. شوفوا الزين علاش ما جيتيش البيضين؟ شنو هادشي؟ شنو هادشي عندو هنا؟ حطيتيه تما بغيتي تعلميه؟ دابا يخر عليا. لا جوج داروه تما في الحجر. شكون؟ جوج صغار كدابه. نقراو لا كاستيون الاولى قبل ما نبدا بهادشي كامل. نقول لكم واحد الحاجه على الثقه في النفس. انا واحد الانسانه اللي ما كنتش كنثق في راسي كاع سبب الضعف ديالي. علاش ما كنتش كنثق في راسي؟ حيتاش كنت كنقارن راسي ببنات اخرين. شنو اللي وقع لكم نتوما؟ كتقارنوا راسكم ببنات اخرين، راه هذه حاجه اللي ما خاصهاش دار. بعد اول حاجه انتي ما خاصكش تقارني مع حتى شي بنت، انتي حسن من كاع البنات، انتي حسن من كاع هادوك الدراري اللي تشوفيهم في المدرسه زوينات وتضربيهم دراري وتضحكوا معاهم، انتي حسن منهم. انتي خاصك تعطي راسك اون فالور، خاصك تعطي راسك قيمه، خاصك تبغي راسك باش يبغيوك الناس. الا ما بغيتيش راسك ما غيبغيوكش الناس. ما تبدليش راسك على قبل الناس، راه تنقولها لكم 200 مره، راه فايت قلتها لكم بحال قبل حتى شي واحد. بقاي كيف ما انتي، ما فيها باس تقادي. الا كنتي ضعيفه بغيتي تغلاضي غلاضي، غليظه وبغيتي ترقاقي ارقاقي. انتي بغيتي ديري هذاك الشيء، ماشي غديري على قبل هذاك الدري تيعجبو الدريات الغلاضات. انا ضعيفه غنمشي نغلاض باش نولي نعجبو؟ لا يا الحماره، لا لا. كنتي باغا ديري شي حاجه ديريها على قبل راسك، ما ديريها على قبل حتى شي واحد اخر. راه عمر شي واحد غيبغيكم وانتوما ما عندكمش شخصيه. كون بعدا تكون عندكم الشخصيه ديالكم بوحدكم، يعني حتى شي حاجه ما تاثر فيكم، يعني حتى شي واحد ما غادي يبدلكم، يعني غادي ديروا داكشي اللي بغيتو نتوما، وحتى شي راي ما غادي تفرض عليكم من غير الراي ديال والديكم. انا كندوي على شي واحد في الزنقه، شي واحد تتقراي معاه، شي بنات ما ديروش هادشي. حيت انا دزت من نفس الحاجه وكان الريح اللي جاتي يديني تنشوف يلا ما فيها باس. حنا بنات هكا ملي تشوفوا شي بنت زوينه تبغيو نكونوا بحالها. مي الحاجه اللي ما خاصناش نساوها هو اننا حنا زوينات كيف ما حنا، نتوما زوينات كيف ما نتوما. حاولوا تشوفوا الحوايج الزوينين فيكم حيت كل واحد عنده حاجه زوينه. ما تقوليش لي انا خايبه ما فيها حتى حاجه زوينه. هادو غير اعذار تنعطيهم لراسنا باش نحاولوا نهبطوا راسنا للتحت، نحاولوا نشدوا راسنا ونعفطوا عليه. بالعكس حنا خاصنا كيف ما قلت لكم تعطيو اون فالور. شوفوا راسكم في المرايا قولوا انا زوينه، انا فيا حبوب ولكن زوينه، انا نيفي كبيره ولكن زوينه، الدراري كيعجبو من نيوفر كبار. ما تبقاوش تعطيو اعضاء لراسكم باش تخيبوا راسكم. الا بغيتي تزياني راه غتزياني، باش تكونوا ناطخ فادي. نهار كتبغي تزياني راه تتمشي تدوشي تتصيبي شعرك ديري مكياج، نوضي تقعدي، نوضي تقعدي من فوق ديك الناموسيه وفوق ديك الستاري راه حفرتيه، نوضي تهلاي في راسك وبغي راسك كيف ما انتي. انت الا بغيتي تبدلي شي حاجه في راسك انا ما عندي حتى شي مشكل في هادشي. انا بالعكس انا تنأيدك، اللي بغى يدير شي حاجه يديرها. اي حاجه بغيتي تبدلها في راسك تري بدلها، اهم حاجه هي تبغي راسك. بدلتيها ما بدلتيهاش انتي تتبغي راسك. دابا انا تنبغي راسي ولكن نيفي كبير، نمشي خشي نبدلو. انا تنبغي راسي ولكن شعري حرش، نمشي خشي نرطبو، ولكن راه تنبغي راسي. فهمتوا الحاجه المهمه هي انك تتبغي راسك، يعني مالغري هادشي كامل انت تتبغي راسك هي الحاجه المهمه. عرفتي ملي تكوني كتبغي راسك كلشي غيبغيك، شتي ملي غتبغي راسك كلشي غيحتارمك. اول حاجه بعد باش تكون عندك شخصيه هي انك تبغي راسك، غادي تلقى هادشي كامل ساهل. دغيا غتحسي براسك عندك شخصيه، غتحسي براسك الناس تيحتارموك، غتحسي براسك الناس تيديروا تيعطوك اون فالور. علاش؟ حيت انت عاطيه لراسك وتتبغي راسك ديجا. اللي ما دويتش عليها هي الحبوب والباوي، هي والباوي وهادشي كامل نقدروا نبدلوه.
انا عندي زغف في يدي ما تنحيدوش. علاش؟ حيت ربي عطاه ليا وانا ما مديرونجينيش شي. الا كان ديرونجيني غنحيدو، راه ساهله، راه عطى الله باش نحيدو. لكن انا عجبني شي واحد شي موسخ جا قال لي السريه المزغبه، شنو انا غندير؟ نمشي نبكي نمشي نحيدو؟ لا، واش تنسطيات واحد حاولي نقص منك، نقصي منه طيحي مول الارض وعفطي عليه. حاولي تنقصي منه باي حاجه بانت لك فيه، مشي هاديك شديه منه واعطيه، خليتي شي واحد ينقص منك وما طيحي حتى شي واحد. ماشي يقول لك سيري المزغبه تحضري راسك وتمشي للدرج تبقاي تبكي وتمشي تشري باكله الحصان ولا تشري فيت ولا تشري لاصيق وتمشي تحيدي الزغب من يدك. علاش حيت واحد الموسخ في الزنقه قال لك سيري المزغبه؟ لا انا في الصيف بعدا ماشي خليوها يقولوا لي وما تسوقش حيت عجبني. شوفي جعل زوين، شوفي نهار ترشق لي عليه وقول لي راسي حيديه نحيدو، ولكن ماشي غنحيدو حيت مشى حيت جا موسخ في الزنقه قال لي حيديه. راه هادشي اللي بغيت نوصل لكم هو انه انا ما عندي انا 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 ماشي ضد ديروا اي حاجه في وجهكم واي تغير في راسكم ديروه. انا ماشي ضد اي حاجه بغيتو ديروها في جسمكم ديروها، غير هو تكونوا نتوما باغين ديروها، ماشي واحد اخر قال لكم ديروها ولا واحد اخر تيعجبو هذاك الشيء اللي غديروه نتوما في راسكم. فهمتوا شنو بغيت نوصل لكم؟ آه يا ربي تكونوا فهمتوني يا ربي. نخرج لكم من التليفون ونقجمكم. كويشن نمبر 2، كاينه وحده قالت لي كيفاش ضعفيتي وحده قالت لي بغيت نغلاض. نعطيك شي نصيحه انك تضعفي من غير نقول لك لونطريمون، تدخلي شي سال قريبه ليكم وتريني لونطريمون مزيانه قوي و داكشي كيكون ناتوريل وصحي بزاف غتنفعك في حياتك من هنا لقدام. شتي غادي نقول البنات بغيتو تغلاضو بغيتو تضعفو كونو مزيان، هادي اول حاجه. وترينيو دابا انا كنقول لكم شي حد خط الله صالب شي سؤال اخر، واحد السؤال زوين. بزاف البنات ما بقاوش كيتيقوا في راسهم بسبب السوشيال ميديا، عطينا نصيحه ديالك. اوكي حنا كاملين متفقين وعارفين ان السوشيال ميديا ماشي هي ريل لايف. السوشيال ميديا راه 70% منها فيك. السوشيال ميديا راه ماشي غتبين لكم الحقيقه، حيت السوشيال ميديا راه تليفون محطوط. راه انا دابا الا بغيت نبين راسي زوينه راه غادي نمشي غادي ندخل شي ابليكاسيون ولا نخلص شي ابليكاسيون باش تبين لي راسي زوينه، ماشي ندير الطو باش ندوعكم مزيان تشوفوني. اوكي كنت كنقول لكم باللي السوشيال ميديا راه اكثر من النص فيها فيك. يعني ماشي تبان لكم شي بنت تقولوا واو هذه كل شيء فيها زوين، فورمتها زوينه وجهها زوين ما فيهاش الحبوب شعرها طويل عايشه حياه زوينه عندها الفلوس تمشي فيما بغات. حنا تنبينوا لكم داكشي اللي بغيناكم نتوما تشوفوا. انا غادي نبغي ستوري نقول فيها انا ما عنديش فلوس، هنايا فورمتي ما تعجبنيش وما عندي فين نمشي ووالديا ما تيبغيوني. لا راه ما عمر شي وحده غدير هذا الشيء. ما نتوما تبغيو تبينوا راسكم للناس زوينين كيف ما غتبغيو تبينوا في السوشيال ميديا راكم مزيانين، ما خاصكم حتى شي خير من جهه الوجه. وداك الشيء راه كاينين دي زابليكاسيون تيقادوا الوجه، كاينين دي زابليكاسيون تيزيدوا الفورما، كاين دي زابليكاسيون اللي فريمون تيبدلوا لك وجهك كيديروا فوتوشوب باش انهم يبانوا زوينات. هما راه ما بغيتش نقول ما زوينات، مي هما ماشي كيف ما تيبانوا لكم. تيقوش في السوشيال ميديا، تنقول لكم ما تيقوش في السوشيال ميديا حيت ماشي كلشي بصح. وانتوما زوينات كيف ما نتوما، بغيو راسكم كيف ما نتوما. ماشي نقدر هنا غنقدر نحبس، هنا غنحبس حيت هادي هي الكلمه اللي خاصني نقول. بغيو راسكم كيف ما نتوما، هادي هي السيلف كونفيدنس، هي انني نبغي راسي باش يبغوني الناس، باش يحترموني الناس، باش يقدروني الناس، باش يعطوني الناس اون فالور اللي انا عاطياها لراسي. ندير هاد العين حيت تعطلت فيها بزاف، بغيت ندوي معاكم. وينو شحال زوينين.
that's it. I think كملنا الفيديو هنا. باقي تسوني فيديو ديال girls talk ديال relationships. هاد relationships بالعلي ما دويتش على هاد الفيديو حيت فيه بزاف ديال لي كاسيون وما غاديش يقدوني فيديو واحد فيه الهضره بزاف هاد السوجي. غنديروه فيديو اخر ان شاء الله. و غندير لكم تيتوريال ديال شي ميك اب نجربو. واخا انا ما عنديش مع المكياج بزاف ولكن المهم ان شاء الله فيديو الجاي ندير لكم تيتوريال ميك اب ومنها ندوي على هذه القضيه ديال الريليشن شيبس. اوكي حاجه اخرى اللي نتوما ما عارفينها اخيرا غادي نولي ندير فيديو في السيمانه كل سبت فيديو جديد كل سبت كل سيمانه غادي يكون فيديو هكا ما بقاش نخبر عليكم وما غاديش تبقاو توحشوني. غنزيدو نتقربو من بعضياتنا بزاف حيت فغيمون فاش غبرت نحس براسي بحال بعدت عليكم. هادشي اللي كاين. ثانكس فور واتشين اند باي باي. بيزو فين في الحنقوره.